في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها وتنفيذ مهام الشرطة الخاصة، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية لدرك الوطني بعين أدن من توقيف 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 35 سنة وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية. وتعود حيثية القضية إلى معلومات واردة لأفراد الفرقة تفيد بوجود شخص يقوم بالمتاجرة بالمشروبات الكحولية، على إثرها تم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف أفراد العصابة وحجز حوالي 2604 وحدة من المشروبات الكحولية وشاحنة لنقل هذه المحجوزات، بالإضافة إلى مركبتان كان سائقيها يقومان بالتمويه ولتسهيل عملية مرور الشاحنة المحملة بالمشروبات الكحولية.